قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. حياكم الله أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك في هذا البث المباشر لهذه الليلة. حياكم الله وحيا الله عوائلكم الكريمة. قبل ما نبدي حلقتنا لهذه الليلة اللي راح تتضمن أبو عبيدة وأم عبيدة وعبيدة الصغير والشأن العراقي والانتخابات والصدريين والسطليين وكما جاءوا في مهرجاناتهم السياسية والأمور اللي قاعد تتعلق بحب العراق، عندي نداء إلى كل الأخوة والأخوات في بريطانيا. قبل فترة أنا بلغت على مجرم هارب من أمريكا محكوم 8 سنوات، خلص 3-5 تحت المراقبة، انهزم إلى بريطانيا. هذا الشخص ابن نزار الخارط صقار البعثية، اللي يقول يطلع القاب ويلزق بنفسه، يقول أنا طلعوا لي لقب صقار البعثية. فأنت يا صقار البعثية فراح نداوي لك ابنك هنا. فهذا ابنه تم تهريبه من أمريكا، وصل بريطانيا وقدم لجوء هنا على أبوه هو كذا ومضطهد وما قال لهم لا بأمريكا ولا أبد. فتعرفون أنا كطباب خير بلغت السلطات، على قولة سلوان الملطلط ما يقول سلطات يقول سلطات، والسلطات تعرفون أخذوا إجراءاتهم وياه. بس هنا المشكلة القانون يعني شوية زحليقي. المهم كل هذا طبعا هو ما راح يستملجه ولا راح يشوفه، بس أكو جريمة مسويها واليوم مثقتها أني في مركز الشرطة في محضر رسمي وأكو إلقاء قبض عليه. طبعا من أنا بلغت عليه وطبعا عز وفخر لي لأن بلغت على ابن ساقط وما أمهم ساقطة، أسماء التهابات اللي معروفة في العراق كانت، هسه مهزوم ما حد يعرف عنوانه. باكر إن شاء الله على تويتر مالي راح ننشر لكم صوره وراح ننشر لكم رابط الحكم مالته من الصحف البريطانية، واللي يأثر عليه في بريطانيا يبعث لنا رسالة إيميل أو حتى بالتويتر يرد علينا في رسالة خاصة وإلى مكافأة فعلا مجزية. يعني لو أصرف على هذا ما يهمني، المهم يقعد بالسجن. حتى أدز له صورة النون ومزرعة أقول له هذا اللي يندق بالحائط، هذا الشخص مجرم. هسه ما لنا شغلات ابن عمر اللي مغير اسمه هنا بغير شكل وكل يعني التفاصيل كلها عندي، فلازم هذا اللي عنده معلومات عليه لازم بكل الأحوال يتصل بي. بس مو يجيب لي معلومات ها والله شفته هنا هذه وثيقة، لا أريد عنوان ونعرف وين يروح حتى ينلقف وهالمرة يتقبغ إلى يوم الدين، حتى ابن أبوه يرتاح هناك بأمريكا اللي هم أكو قضية عليه إن شاء الله. بس أهم شوية المطاط يعني تعرفون القانون. أي فهذا عموري ما لنا شغلة نصب على النسوان يخابرهم، وعندي شركات ما أعرف شنو وشركات ما السيارات. طبعا عموري حبيبي أنت قاعد تضحك هسه، جماعتك ذول البدون اللي ماخذين جناسي وبريطانيا واخذين إقامات وقاعد تشتغل يمهم بالأسود، كل هذه المعلومات موجودة، هذه ما تفيدني. أنا أريدك أنت والتهمة ماتك الله ما يطلعك من عدها. الله شنو هذا سبحانه وتعالى مو يقول لك
ما تطلع من عندها. وأنا أحضر المحكمة، المحكمة زين عود ما وصيك، روح جيب سليمان جدرية محامي إلك، لأن الله شاهد أريد أشوف واحد تبرى جوا جدرية ماكو. يعني اللي رأفت به المحكمة مؤبد طول الحياة، فأنت جيب سليمان جدرية يدافع عنك ببريطانيا. فرجاء من الأخوة والأخوات اللي يسكنون في بريطانيا ويعرفون عمر ابن الخارط وين يسكن، ريد السكن مالته، لأن هذا قاعد يتجول حتى بالسيارة هم دينام، والسيارة هم راح نلقفها. فرجاء والله مكافأة مجزية، يعني مكافأة صدق واحد يحلم بيها، ما أقول إيش قد، بس يعني تفرح بيها فرح، يعني لو تشتغل 3 سنوات هنا ما تحصلها. فعنده واحد معلومات عالية وسكنة، نتأكد يلزموه قدامي أي بنك يريده في بريطانيا يتحول له أو أي مكان في العالم، ونكون ممنونين له. على الأقل طلعنا نقص من هذه الخيسة واحد من عندهم. أما البنات اللي ناصب عليهم وكذا، هاي مو مشكلتنا. نبدأ بالحلقة. طبعا دا تشوفون الهدن والهدنة اللي مستمرة بين الرفاق الأخوان في إسرائيل المظلومة وبين خماس. خماس هذه الإرهابية ساقطة، ودا تشوفون الأسرى الحمد لله والشكر 150 فلسطيني أسير تم تحريرهم. بس بالمقابل إسرائيل من صارت الهدنة لحد هسه اعتقلوا 162 ثانيين، يعني 12 زيادة على اللي طلقوا سراحهم. فاحنا مشكورين، نشكر الرفيق أبو عبيدة وأم عبيدة وعبيدة حبيب الصغير اللي طبعا أبو يأسر وأم عبيدة تطلع والابن يوصلهم للسيارة، يعني فالفريق نظامي حلو. وثاني شيء الشغلة اللي واحد فعلا يرتاح نفسيا بيها، هي من يشوف الأسرة طالعين وكأنه ما طالعين من أسر، طالعين من حفلة، يعني مو من أسر، طالعين من حفلة. تفاوى عليهم الكل، تضحك الكل، قاعد متونسة تودع، وبس باقي ياخذون حلق واحد للثاني. يعني أنا ما شايف ذولا جماعة إسرائيل المظلومة تجون عليهم تأخذون بالحفلة وهذه، ويطلعون يسلمون ويطلعون يقولون مع السلامة، ويقولون الخماس الملثمين مع السلامة مع السلامة. يعني أنتوا كنتوا بالأنفاق، ويقول لك ماكو كهرباء وماكو أكل، لازم واحدكم كان جلدوا عظم. أنتوا مو مال جلدوا عظم، أسا أنتوا حتى ذولا الأسرة هسه من رجعوا لبيوتهم تندموا، يقول لك شنو هذا الثريد، احنا كنا نضربه وهنا هم رجعنا يوم السبت، ممنوع تشغل كهرباء، ممنوع تاكل كذا، ممنوع كذا، شنو اللغو عمي، رجعونا الخماس، على الاقل كنا نضرب ثريد، وكنا هذا ابو عبيده كان يقعد يلعب ويانا، وام عبيده كانت تطبخ دولمه، وعبيده حبيبي كان يلعب ويا الجهال. لا عمي، احنا نطالب من خماس ياخذونا مرة ثانية، لان شغلة نتنياهو ما نتنياهو هذه ما تفيد، ماكو رواتب، ماكو خدة وخدر، بالعكس كانوا بالأسر ياكلون ويشربون ومدلليهم خماس. يعني ام عبيدة الله شاهد من 7-10 واقفة بالمطبخ ولا طلعت، صحية لابسة شو اسمه قوات خاصة وخماس وما خماس، بس واقفة بالمطبخ دولمة على يابسة وتمن، زعتر ما زعتر، الأجبان بكل اختلافاتها.
فيعني هسه يعني ذول العدو الصهيوني الإسرائيلي الديمقراطي الأسرة هسه يعني أنا مثل حسب الاتصالات اللي جتني من الأسرة ما مرتاحين، حتى يقولوا لي أبو خمر يا أبو عمر عمر لا يقولوا لي أبو خمر مثل خماس أنت لازم شو اسمه وتنسيق وما كذا، إحنا نريد نرجع الخماس زين، لأن الكنافة النابلسية اللي تسويها أم عبيدة هيك تاكل تمطق تاكل أصابعك وراها. فحبايبي أنتوا ليش تتركون الأسرة وترجعوهم للجوع؟ ترى بإسرائيل ماكو يعني أكل، بحيث خطية واحد من الرفاق أغنياء الخليج رفيق بعثي ويانا يعني صديقي، فهو مليونير هلقد ما مجاعة عندهم بإسرائيل تبرع لهم بس هيك ب 170 مليون دولار، ترى هيك فتافيت يعني نصرة للشعب الإسرائيلي قصدي الفلسطيني ماكو مشكلة يعني هم احنا شعب واحد ان شاء الله زين. ف يعني انا هذه الإسرائيلية خطية صح مجروحة، حشيت وياها قلت لها الحمد لله على السلامة، قالت لي يا الحمد لله على السلامة، جينا للفقور هم رجعنا للخموس بس خموس ونغمس بالخبز، لا وين خموس ماكو خموس هناك، كله ثريد وكله زعتر ودولمة وما مخليها والله مع عبيدة ما مقصرة وياها، الله شاهد عدش قصر بالجنة عفية عليك، مشيتي بتوصيات يعني الإسلام الحقيقي بأنه الأسرة لازم يتعاملون معاملة جيدة. يعني تصوروا هذه حتى قالت أنا أترك اليهودية ما أريد عمي الكنافة النابلسية على أبوهم يا أبو اليهود، ما خلت يا معودة شوية شوية إحنا رفاق يا معودة الشلوم حلو، ما فات تقول لي يعني لو تقول لي أبو عبيدة يجي يخطفنا مرة ثانية لو أشمر نفسي من الطابق السابع. فأنتوا كيعني متابعين شنو شو اسمه ننصحها؟ فأريد أنقلب عليكم الخارطة شوية، اللي يريد تنتحر يكتب رقم واحد، اللي تريد ترجع الخماس يكتب اثنين زين، يعني غالبية الطلبات يقولون ترجع الخماس. عبد تخلي الرفاق بالجهاز يتصلون بالرفيق أبو عبد الله تقول له الإخوان الصهاينة اللي هم أعداء الأمة يرجعون في أحضان الإسلام، لأن هذولا يعني نهائيا ما يفيد وياهم، يعني كانوا في أحضان الإسلام يضربون دولمة ويضربون لبلبي ويضربون هذه المسائل اللي ما موجودة في إسرائيل المحتلة، فلازم احنا نرجعهم مرة ثانية إلى أحضان الإسلام. فتخبرنا أبو عبيدة تقول له الرفيق يسلم عليك تيجي للموقع الفلاني، يعني ما شاء الله هم يقولون هذا الجزء اللي أخذته احتلته إسرائيل الصهيونية يقول لك احنا نهيناها الأنفاق ونهينا هذه مرحبا رفيق خالد حياك الله اي والله، فلازم هذولا نترجعوهم الخماس واحنا هم نساعدهم ندزلهم بقوليات وتمن عنبر، لان هم يعني لازم الرفاق الصهاينة يذوقون تمن العنبر عسى ولعل يرجعون للعراق العظيم. فهذا نداء للرفيق ابو عبيدة نقول له تعال يا ابا الصهاينة ذولا ما يريدون يفتكون من الأسر ويريدون يبقون يمكم، لأن يعني كل دلال أم عبيدة ما مخلي شيء كيك وكل هذا النابلسية كنافات وما مخلي شيء طبعا كل وحدة طالعة متفحين، أنا أعرف الأسير يطلع جلده عظم وزين،
زين أسير وخاتل بالأنفاق وقصف فوق ويعني فد شغلات أمور دار نفسية وحرب والدنيا مشتعلة. وأم عبيدة تطبق الشريعة الإسلامية بأنه الرفق بالأسير ومعاملة حسنة. وأنا ما شايف يعني دار نفسية ما تنعقل، يعني هم يقولون أخذوا شمال غزة ونهائيا ما موجودة بشر، وعلى غفلة سيارات خماس تطلع مظللة. زين أنتم من جب خماس؟ أنتم ناصبين علينا؟ زين أنتم من جبتوا هذا البترول وهذا الشو وطائرات شو اسمه والرفاق الصهاينة قاعد يدحجون عليكم وما يقدرون يسوي لكم شيء؟ يعني درنا في سير ما تنعقل. يعني هذه التمثيلية الحلوة اللي تسووها أنتوا خماس وإسرائيل وهذه الدول وقطر متوسطة في بين الكذا ومصر تدخلت والقائد السيسي والأمير القطري يعني هذه خماس. شوفوا خماس أنتم باعيتوا، يعني نحكيها من الأخير، فتسوون لايكات زين، تسوون دحرجات لأن اشتغلت التبليغات، ونعلى على أبوكم، لا أبو خماس، لا أبو إسرائيل، لا أبو نزار الخارط، لا أبو الموالين، لا أبو ولدهم سلمان. فعافية سووا شو اسمه اللايكات وحتى ندحج ونكمل. فحبايبي خماس 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 حبيبي، أنا أريد أفتهم، أنتوا تقولون ما عندنا نفط، ما عندنا غاز، مستشفيات ماكو كذا. زين هذه سيارات وتصوير جوي ونازلين بكل عتادكم قدام إسرائيل، يعني ما شو اسمه قدام إسرائيل. زين يعني أنا شفت الصليب الأحمر مرعوب بايلين على نفسهم، بس الأسرة فرحانين، الشغلة مو يمهم. زين وديريدون يأخذون الخماسيين بوس حلق، لعدش قد يعني أم عبيدة نفسها طيبة بالأكل بالمدارة، يقول لك حتى من كانت تفرش لهم الصبح بتطلع من الأنفاق البطانيات وهذا تفرشها للشمس على مود يتعقمون. وعبيدة كان يلعب ويا الجهال، ماكو الأسرة، يعني أنا ما شايف جهال أسرة وعبيدة يلعب وياهم ويطلعون قصو فوق والدنيا مشتعلة، وعبيدة ويا الجهال الأسرة قاعد يعني لعبون. فالله شاهد، يعني شنو المشكلة إذا 15,000 شهيد في غزة راحوا فدوة الخماس؟ ليش؟ لأن أولا حرروا 150 أسير، طبعا كل واحد ما صار لك زين، هذول الأسرة اللي صار لهم 20 سنة و 30 سنة وما مخلين قلاقيل شو اسمه واقعة كلها، شو ما طالبتوا بيهم؟ اللي صار له 6 أشهر، اللي صار له 4 أشهر، واللي ما أعرف شنو. فهذا الفيلم ايش قد حلو، يعني 150 أسير يتحرر بس 162 أسير يدخل بمكانهم، يعني الله شاهد، يعني واحد يدوخ. يعني أنا درنا في سين فكرت بيها ما ترهم. زين أنت تطلعون يعني رفيق خالد تقبل، الله شاهد رفيق خالد أنت بالنيابة عن القيادة نشكرك، بس أنت هل ترضاها اللي دي يعملون بيها حماس؟ هذه خماس اللي يعني والله هذول الأسرة زين، الأسرة طالعين فرحانين، يعني أنا ما شايف واحد أسير ما يريد يرجع، يعني خماس قاعد تدفعهم يا بصعدوا مشلبين بيدهم زين، ما يردون يرحون محبة يعني بالأكل. أم عبيدة تجيب بهالصواني وتحط قدامهم، وهم طبعا هسه الأسيرات طبعا كلهم تعلموا ويسوون يسوون الكنافة النابلسية. زين الصليب الأحمر بايل على نفسه خايف، مسلحين ملثمين وظلمة والطائرة دا تصور من فوق والدنيا محترقة مشتعلة، والأسرة فرحانين، يعني افتحوا لهم الباب، نزلوا مشلبين بالباب، يقول له ما أريد، يعني أنا ما شايف أسير ما يريد يطلع. زين صعدوهم بالسيارات
وبوس وباي باي، يعني ترى درنا في سين مترهم زين، يعني هيجي نفسيتش طيبة. ألف رحمة على والديك أم عبيدة، والله أم عبيدة أنت يعني سويتي أعمال. أولا غيرت نظرة هذول الكفرة علينا إحنا المسلمين، وعاملت الأسير زين بما وصى به الرسول، معاملة حسنة، أكل طبخ تنظيف، الشراشف يومية تبدل لهم إياه، البطانيات يومية تشريهن بالشمس برا، وتحلفين بميت إمام وكذا، ولو أنتم ما شو اسمه يقولون عليكم سنة، بس هم بس سنة من جماعة الجعفرية الساقطين جماعة إيران، وتحلفين ميت إمام، ما تمدوا ما طولكم أنتم بضيافتنا، ما تمدون إيدكم. فذن الخطية ذن الأسيرات أم عبيدة، يعني تصور قاموا يحجون بلهجتهم، أم عبيدة الخاطري قلت لهم أبد أبد، كل شيء ماكو، ما خلي قعدوا أنتم معززين مكرمين. وكان يجي أبو عبيدة خطية جايب مسواق وياه والطماطة واللحم والكذا، تعرفون أبو عبيدة يعني سخي، وعبيدة جايب لهم مصاصات للجهال، ويعني ما مقصر وياهم زين. ويجي الله يساعدك أم عبيدة، لا هو ما يقول، هو ينطق باللغة العربية الفصحى، السلام عليكم وعلى من اتبع الهدى، كيف حالك يا أخت أم عبيدة، هي زوجتها بس هم يعني إسلامية، نقول لهم شو اسمه، ها هذا هم جاني هذا اللي يكتب عبري، شلوم حبيبي، شلوم 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 شلوم، شو اسمك والله ما نثليال، نثليال شلوم شلوم نثليال، اي والله الله شاهد انا احبكم، انتم رفاقنا البعثيه في اسرائيل اي اي والله اسمه نثليال، الله يا الله يا نثليال ايش قد احبك، شلوم يشليك اخبو ايب علي، هذا ايش اسمه صهيوني من جماعتنا، عفيه عفيه رفيق صهيوني، اي والله خرب، اكفر أكفر باليهودي هسه بالعبري، شلون شغلة هذه يعني. نثاليال شلوم حبيبي، شنو شلوم هذا، شلوم بالعبري يعني سلام عليكم، اي والله. فالمهم أم عبيدة قاعد تطبخ وحاطة البيذنجان والبوتيتا وهذه، فيجي أبو عبيدة السلام على من اتبع العداء، سلام عليكم أخت أم عبيدة، هي زوجته بس لازم يقولوا له أخت، أخت في الإسلام وحبيبة في الفراش، فماكو مشكلة، الله شاهد كله على موت الأسيرات. فجاب الطماطة والبيتنجان والزعتر، ويعني الرجال ما مقصر، أبو بيت ويخاف يعني على أهل بيته والضيوف مالته، الأسرة أسرة يعني مو بيده يا أخي، أسرة لازم تعاملهم. فيندار على أم عبيدة يقول لها الرفيقة أم عبيدة، أختنا أم عبيدة، ماذا طبخت اليوم؟ فترد عليه تقول مرحبا لك أبا عبيدة، يا تاج رأسي، يا أبا عيالي، يا كذا، يعني تنقلب زينب عليه، أنا طبخت البرياني والدولمة والمقلوبة وهذا الخبز عروق، لأن كان عندنا رفاق بعثية يدربونا علمونا على خبز العروق، وكان هذه يعني كل الشغلات. فقال لها أين الأسيرات والأسرى لكي أطمئن عليهم، فقلت له هذه غرفة الرجال وهذه غرفة النساء وهذه غرفة الأطفال، فسمي بسم الله وادخل. فيدخل على الرجال أبو عبيدة، ومن ضمن الأسرة كان عندهم تايلانديين وما أعرف شنو، فيطب أبو عبيدة طبعا ولا واحد إيه، فمسوي لهم كلهم يعني تعرفون أنفاق خريبة مثل ما الحجي، مو الحجي ياخذ النسوان يروح للخريبة،
فابو عبيده ماخذهم للخريبه ما تخماس فيطب عليهم اذا مو فار ما يطب اذا فارغه شايل صينيه نابلسيه السلام على من اتبع الهدى. فذول التايلنديين والاسرائيليين الكل تقوم عليكم السلام مولانا ويبوسون ايده وكذا تعرفون اسلموا ذول الاسرى كلهم اسلموا الله شاهد لان شافوا الاسلام كله تقوى وكل ايمان وبي تريد وبي شغلات فكلهم اسلموا يعني كل هذول الاسرى هسه يعني هسه هذا مثلا احد الرفاق التايلنديين اللي اطلقوا سراحه يقول لك هسه مؤذن واقف يم حائط المبكى بس يؤذن. فشوف حماس اولا طبقت الدين وجعلت من الكفره اصحاب دين وهم طبعا هذول التايلانديين من رجعون التايلاند هم اصبعهم هيك يا بشبي هذا صبعك لا الا فوق الا ايده فوق حتى ام عبيده رافعه صبعه عبيده حبيبي الصغير كلهم رافعين اصابعهم ليش ما حد يعرف المهم الاصبع. فسرسريه هذه المسرحيه اللي سويتوها من 17 ولحد يومنا هذا هذه المسرحيه اللي يقول شفت عندك صورة بالقدس اي عيني انا شفت بالقدس اي شكو بيها يقول لي انت ما رايح للحج انا رحت للقدس شوفوا مو يقول لك الحجة تروح للحج تنحج وحدة انا رحت للقدس للأبي مو يقول لك ميت حجة انا ما اروح يعني اروح دائما للأبي ما شو اسمه احب العب فميت حجة سويت ورجعت ما يحتاج اطلع للأبي ما يحتاج اروح لفلان يعني اذا انا هسه اروح للسفاره السعوديه فالله شاهد اقول لهم المنشار عليكم لو علي حتى لو اعطوني الفيزا ولو هذه مستحيله ودخلت السعوديه فما اعرف بعد يعني وراها يعني شو اكتب لهم يعني اخذ المنشار وياي لو هم المنشار عليهم ما اعرف الله شاهد يعني هاي شغلتهم انا ما لي شغله أنا ما لي شغلة لأن هناك اللي يروح يعني واحد مثلي مسالم ما عنده أي أذية على أحد لازم يأخذ منشار وياه ما أعرف إيش شغلة المنشار ما أعرف ليش ببالي الله شاهد. فالمهم فأني رحت للقدس رحت للقدس وتصورت ورحت للإخوان الصهاينة أعزائنا وما بقى يعني شكو بيها رحت للقدس للأبي ميت حجة حجي وزير أوقافنا انت رحت مرة واحدة أنا ميت حجة يعني شكو ذنوب وين عندي ذنوب أنا معصوم المعصوم ما عنده ذنوب الله شاهد حتى كلها شو اسمه شغلات جتني. فالمهم فحبايبي خماس الأسرة ديناجدوكم يقول احنا ما نريد شو اسمه اطلاق سراحنا رجعنا مرة ثانية للمجاعة وقاعدين بإسرائيل يأكلون خمص زين وما يريدون خمص يريدون خماس. فهذه مناشدة من عندنا احنا الصهاينة لازم ترجع الأسرة. أما الأسرة الفلسطينيين فمو مشكلة 15,000 شهيد يعني شنو يعني 15,000 شهيد فدوة الخماس أهم شيء الأصبع مال أبو عبيدة يبقى صامد يعني شنو 250,000 بناية وبيت ومسكن تخربوا فدوى الخماس. المهم عبيدة عايش ويعني مونس الأطفال الأسرة زين يعني نص غزة دمرت نهائيا ولا مستشفيات ولا مثلا غاز كهرباء نفط ماكو فدوة الأم عبيدة أحسن أم عبيدة تسوي النابلسية الكنافة النابلسية يعني أنتو مضوجين نفسكم والله مستشفى وإذا ماكو مستشفيات شنو يعني أهم شيء المقاومة إذا أنت ما تقاوم إيران ما ترضى عليك أي قصدي يعني إيران لا الله شاهد إيران قالت أحنا كجمهوري إسلامي إيران
نحن لا نتدخل، هذا علي خامنئي، نحن لا نتدخل في قضية غزة. غزة يسوون مزة، فالمزة حرام عندنا في التشيع. نحن لا نأكل المزة، وهزولة يضربون كل فلافل ويضربون الحمص، وهناك مواد فسفورية مشعة تخرج في، فلا نتدخل في غزة. الله شاهد، هذا علي خامنئي قال، وحماس أكلت البوري، والمقاولة والمماتعة في لبنان سوت هدنة ويا الهدنة، هو على حسر طبل خف ويا رجليه مثل ما يقولون. خماس سوت هدنة، حزب الله سووا هدنة. بس أهم شيء يعني أسأل سأري دفتهم، العراق ما له لا حدود ويا العدو الصهيوني الإسرائيلي الديمقراطي المظلوم، ولا له شغلة. هذولا من كيفهم العراق؟ أشو احنا منسوي هدنة. زين بالمناسبة الشباب عندي قلنا خلينا نسوي لنا فد شغلة، انا ما حكيت لكم، الله شاهد درنا في سين ما حكيت لكم يا، لان قلنا خلينا نشوف العمليات البطولية للمقاولة والمماتعة شلون تندار الصفحات، وشلون المأجورين يندارون وكل هذه الامور. فخليت الشباب يسوون صفحات وهمية، وتعرفون يعني اكو تكنولوجيا هسه يقدرون يشيلون السوجهي هذا وصوتي ويطلعوني اني داس اسوي فيلم مثلا ويا اسماء التهابات، بس هو بالحقيقة ما موجود، بس يقدرون يسوون. الذكاء الاصطناعي، استخدموا الذكاء الاصطناعي وسووا قصف وسووا ما اعرف شنو، وحتى بالذكاء الاصطناعي سووا شكل الشهيد اللي ما موجود. فشفته، من شفته أنا يعني كرمتهم، كل واحد 4 أنواط شجاعة وسيارة برازيلي موديل 82 استلموها من الرطبة، فكل شيء كان تمام. فقلت لهم توكلوا على الله، فنزلوها في صفحات وهمية. زين من اللي قفها؟ المقاولة والمماتعة في العراق. أنا بحياتي ما شايف حتى الهجوم والشهيد فضائي. لزموها الولائيين وجماعة إيران، وطبعا احنا سوينا في التنظيم لا موجود لا بالأرض ولا بالسماوات إلا بالصفحات، وسمينا وحطينا صورة هذا الشهيد اللي أصلا ما موجود. زين كل ذكاء اصطناعي، وكتبنا جواه شهيد وكذا. فأنا دحج والله أنا صدقت، يعني شوف الذكاء الاصطناعي ما وصل. قاموا سووا الولائيين، أخذوه ووزعوه، شوفوا سوينا بالأمريكان بالعراق قاعدة الأسد والشهيد السعيد وما أعرف شنو، ويأخذون كوبي أن بيس كوبي وصفحات موثقة وصفحات ما أعرف شنو. فالله شاهد كطباب خير، زين سويت فيديو 30 ثانية زين، فدزيتها للمقاولة والمماتعة مع نسخة زين للفيلم اللي سويناه، كلها اللي مسح مسح واللي ضم راسه واللي كذا. فحتى تعرفون اخواني واخواتي، هذول جماعة المقاولة والمماتعة ناس سرسرية بسنتها وبشيعتها. فهذول اللي صدقوا بعملية من الذكاء الصناعي وشهيد سعيد من الذكاء الاصطناعي سووه هي شباب اللي وياي، وضجت بي كل صفحات الفيسبوك والتويتر، وانقلبت أمة محمد على البطولات زين، والصواريخ اللي انطلقت، وتسع جنود أمريكان تسع جنود أمريكان كاتبين
والتنظيم اللي سويناه اصلا هو فضائي ولا الى شغله، بس حطينا به اسم درنفيس، يعني هم حسيني وحسين وعلي وهذه الكلاوات حتى يصير ايماني، يصير نمبر 1. فنشرنا وبعدين غلقنا زين، حتى شنو الجماعه ياخذوه. فمن اخذوا دخلنا على التويتر أمة الثقلين مقلوبة، على الفيسبوك واحنا قاعد نضحك ونضحك نضحك، يعني من يعني ذولا على ذولا جماعة هتلر السماوة يا بطلقين ضحك على ذولا فعلا، بأنه هذولا العصابات اللي دي يسمون نفسهم مقاولة ومماتعة أفرغ من جيب خضير ابو الطرشي بالعراق، كل شيء ماكو، ناس ساقطين عايشين على دماء العراقيين والكلاوات. وشفتوا ابو طرزان، هذا الطرزان ابو عزرائيل، الو الو انا من داخل الجبهات، انا هسه على الحدود، وكل ساعه طم طا على اساس قنبله وقعت ووخر وحط الشيله مال الخالته صغيره، ويعني اي والاراضي قاعد تحترق، واللهم اكتب لي الشهاده. ابن سير القيوه، باعتبارنا احنا كراد ما نلبس احذيه حشاكم، نلبس قيوه. ابن سير القيوه ابو عزرائيل، ابو عزرائيل انت في تسجيل صوتي قبل كم يوم انذع تقلد على السطليين وتقول انتش عدكم، بس هذه هاي كلا كلا امريكا ماكو. انا شفت لك فيديو، يعني الله شاهد، انا ما صدقت ما صدقت، قلت لا كذب، هذا ذكاء اصطناعي. انا معقوله معقوله ابو عزرائيل هذا اللي ثرم، يعني اللي دخل الى تل ابيب وخلاهم كلها تنزع وكلها طفرت، لا شرطه بقت لا هذه، واخذ اعضاء الكنيست ما خلى، كلهم اخذهم. معقوله هذا ابو عزرائيل يقعد يعتذر للسطليين ويقول لهم اني والله انا اعتذر، والله شنت ما قاصد، وانا بالاصل سطلي، وانا بالمعرف شنو. لليوم انا كم مره عدت الفيديو ما مصدق عيني، معقول ابو عزرائيل هذا اللي لازم المكناسه مالته، اللهم اجعلني مع الشهداء. حبيبي حبيبي وين تريد تستشهد؟ يعني منطقيا قل لي اياها، اني درنفيسيا استشهادك علي، بس قل لي وين تريد، بس قل لي انت وين تريد، تريد فلسطين اوديك لفلسطين، تريد باسرائيل اوديك لاسرائيل، تريد بلبنان نوديك. انا ما اقدر اطب لبنان لان مره يعني الحمص مالتهم كان بايت فما عجبني ما ادخل له بعد. وين تريد تستشهد؟ قل لي بس وين تريد تستشهد، الله شاهد ما خليك 24 ساعة إلا تستشهد. يعني أنت قاعد 24 يريد بلندن، تعال بلندن استشهد، وحق الله عندي هنا متطرفين يكرهون أي شيء عند لحية، بس أشيل تليفون عليهم يقولون رفاق الله يساعدكم أبو إسرائيل جاكم، وأقول لهم أنت سويت وما سويت، أما يستلموك يربطوك بين سيارتين وشقوك يسووك وصلتين وتستشهد وتروح يم جدك الحسين. فحبيبي طالع منا سب السطليين، وما فات يوم واحد السطليين راحوا للبيت اللي تقول أنا ما عندي بيت، زين هذا القصر مو بيت وش كبره وش قد، تقول أنا ما عندي بيت وتروح، والله أنا ما مقصد، والله أنا ما كذا، وأنا سطلي وأنا ما أعرف شنو. زين اشو انقلبت، اشو انقلبت، زين رأسا رأسا كل شيء. وبعدين بعدين شوف الدولة الحكيمة اللي موجودة بإدارة الرفيق المناضل محمد الشياع الأرجنتيني، شوف الدولة مالتنا ماكو واحد فوق القانون نهائيا. يعني أنا من 2003 شقد حاولت بشتى الطرق، لليوم وإحنا 2023 20 سنة أريد أدور لي على زلة واحدة على هذه الحكومة ما لقيت. القانون فوق الكل،
يعني شفت واحد باق بالعراق، شفت واحد هرب فلوسه، كلهم عصاميين. جوي طلعوا الذمة المالية مالتهم بالملايين اللي هم ورثوها عن شيب أبو الخلفهم، ومشوا خدمات خطوط سريعة. يعني هذه بريطانيا الخايسة، خط السريع ثلاث سايدات زين وسايد هيك خفيف مال شرطة مال إسعاف. احنا الخط السريع عندنا بالعراق سبع سايدات ومو قير، مصبوب صاب ومطلي ذهب. الإمارات يعني حتى الإمارات قامت تغار من عندنا، يقول معقولة نافسونا؟ احنا عندنا برج خليفة أعلى برج بالعالم، العراق يملك أعلى درنفيس بالنجف قاعد. ما الله شاهد، ما أعرف على من جبت الطائرة. واحد بالنجف هو محنط وما موجود، بس أكو مطايا تتبعه بالملايين يعني. إيه زين، أنتوا شفتوا يعني هذا محافظ بغداد، تتذكروا هذا النابغة اللي كان عندنا هم سطلي، هذا السطلي اللي أبو المجاري أبعوب، تتذكرون أبعوب اللي يقول المجاري ليش مسدودة؟ يقول صخرة كانت مدحوسة بالمجاري، صخرة شلون دخلت؟ أبعوب أبو العبائب، الله شاهد ما حد يعرف وين أبو العبائب راح. هذه الدولة العراقية، هذا صدام الظالم كان مجوعهم وراح، ودكتاتورية، وين كانت ديمقراطية مثل هسه اللي عندنا؟ قنوات تلفزيون، اصدور العراقيات برا، مو غالب يعني مو كلهم بس الغالبية، التيك تيك ما شاء الله مشغلهن زين، اقبال علنية، الديوس شو اسمه. اكو بزمن صدام واحد يقول اني شو اسمه يعني كذا دكتاتور، هسه يطلع تقول له ايش وقت تتزوج؟ قال له انا ما اريد اتزوج. لا شو تريد يابا؟ انا ادور وش اسمه يعني غير شغلات. شوف الديمقراطيه اللي وين وصلت في زمن الدكتاتوريه، اكو واحد يقدر يحكيها؟ راسا دول يعدموه. الرفاق البعثية، وين صقار البعثية؟ نزار خارط، خارط تعال أنا راح أكون رفيقك، ها نطلع السن خابر ميم سبعة يطلع لنا واحد كذا. فهذه الديمقراطية اللي موجودة عندنا من 2003 لليوم، أنا قاعد هنا ببريطانيا، يعني يتوسلون بي الحكومة العراقية، ارجع وطنك زين. أنا العراقي الوحيد اللي بقيت بكل بريطانيا، بكل بريطانيا وبكل أوروبا والعالم، العراقيين بالمنفى بزمان الدكتاتورية، بزمان الدكتاتورية والبعثية الساقطين، جعفرية ساقطين، كلهم كانوا برا مهزومين، النوابغ والعقول كلها برا. هسه أنا من أمشي بالشارع ما شوف، ماكو عراقيين، ماكو ولا تشوف، العراقيين كلها رجعت. لا وهالمرة من ترجع بالعراق يستقبلوك بالورد، يعني من الباب تنزل من الطيارة، طبعا كلها فيرست كلاس، الطائرات العراقية كلها فيرست كلاس، كلها بوينغ 7.7، ويعني الشغلات ما ينقلون العراقي هيك طيارة هيك صغيرة ايرباص، ما لا بوينغ، وهذه الايرباص الجديده ام 7 طوابق بس بالعراق سووا لهم اياه زين. مطاراتنا يا يابان يا سنغافوره يا بطيخ، ذول اليابان ما كلها طسات المطارات، احنا المطار مالتنا زبد، تنزل بمطار بغداد يستقبلوك كيشي، ماكو شيء اسمه امن ومخابرات مثل ايام الدكتاتوريه، يستقبلوك الأمن والمخابرات بالورد، يطوك ورد يعني العصائب واقفي لك هيك بكل هدوء وبخشوع، يبوسون بيك أهلا وسهلا في بلدك، أهلا وسهلا، تاخذك تشوف سيارة، يسألوك التعائلة معك كم نفر وياك، تقول مثلا احنا أربعة،
ما اللي يخلون أربعة يصعدون ثلاثة اللي ورا ماكو. السوداني مانع بيان من الرئاسة نهائيا ممنوع الدحس العراقيين. فيطلع لهم سيارتين لو روز رويز لو شو اسمه بنتلي مرات مايباخ وماطور ما الشرطة لحمايتهم يفتح لهم الطريق يوصلهم إلى القصور اللي يستلموها أول ما يوصلون. تلقي أما مرات رئيس الوزراء تعرفون رئيس الوزراء دائما مشغول، فأما باعث وزير أما باعث لكذا، فتشوف الوزير واقف وياه باقة جد قصدي ورد زين، وينزل هذا العراقي ليش يخلوش الجنطة العصائب العصائب شايلة الجنط ورا. لا استاذ لا استاذ ما تمد ايدك، الله شاهد ما تمد ايدك زين. يسلمون مفتاح البيت، يدخل البيت مؤثث من خاشوكة الشاي الى اللك يعني بالشرابي نايمات زين. فأريد اشوف لزال اسا اني قاعد هنا ببريطانيا، كل العالم فرغ من العراقيين الا اني باقي هنا أنا. فالسوداني قال لي رفيق لطيف يعني انت ما يصير انت الوحيد، يعني انت تشوه سمعة البلد، انت بهذا خروجك هسه انت خارج العراق صح، مثلا انت عندك بزنس تعال احنا نعوضك نعطيك اللي تريده، عوف اموالك عوف بيتك. لا انا ما عندي بيت، عندي كرفان على قول الامام مزار الملطلط، ف عوف كل شيء تعال اختار. قال عمي هذا القصر اللي انا قاعد به تعال اخذه، جيب اولاد جيب ولادك، مو حرام صدام ابنك يعيش هناك؟ مو حرام ابنك عراق يتغرب؟ صحيح والله، وانت تعرفون هم يحبون صدام، يعني تصوروا ابني اسمه صدام ويرجع للعراق. فقال اي طائره تريدها انت اختارها. فقلت له أنا ما أقدر تعرف. قال لي يا أبو عمر يا حبيبي يعني أنت دا تشوه سمعة العراق والقيادة الديمقراطية اللي دا تقود العراق، فما يصير، لازم تجي لازم ترجع لازم ترجع. فأنا دا أفكر بعد ما شفت الفيديوهات اللي متواجدة على الصفحات باليوتيوب والتيك تيك، لا هذا مو عراق الدكتاتورية اللي انهزمت من عدها، عراق عبارة عن جنة، انت جنة خيال داخلها الهريسة متعة يعني في شغلات امور انا ما شايفها قبل. فحرام بس لا بالايراني حرام حرام ما فلانة انت لازم يرجع للعراق، فحرام عليك تترك الحسين. فنصيحة للاخوان اللطامة لا تجي لا للغربة ولا أبد، ترى الغربة ما بيها حسين ما بيها علي، أنت قاعد في بلد الحسين شلون تترك الحسين وتجي لبريطانيا يا كافر يا كافر، اقعد في بلد الحسين زين. ما يخالف أنا أطلب من محمد الشياع البلبولي أرجو من عندك باعتباري يعني مواطن عراقي وانت تخاف على العراقيين، ارجوك ارجوك بالزيارات لا تمنع عني الهريسة والتمنة والقيمة، بس مو هذه اللي عطبوها، اريد طبخ من ايدك الله شاهد، لان انت رئيس وزراء ويقول لك طبخك حلو كان. فيا حبيبي ماكو واحد يعوف بلده انا عراقي دا شوه سمعة العراق وحدي الوحيد بالعالم، اباوع المستشفيات جايبين اطباء بريطانيين جايبين أطباء من فرنسا جايبين أطباء من أمريكا، تصوروا أمريكا العظمى مستشفياتها فرغت ليش؟ على مود فاتحين المستشفى الأمريكي في 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 بغداد وفي كل محافظة، ما عندنا تفرقة من الفاو إلى زاخو، تفتح مستشفى في الفاو لازم في بزاخو، وبكل محافظة نفس المستشفى نفس الديزاين نفس المرضى، لا ماكو تفرقة. تفتح ملهى قصدي جامع تروح جامع بكل مكان،
لا قتل. حتى تصوروا بالعراق هسه في أيام الدكتاتورية كان سجن أبو غريب وكذا، وحتى سجن أبو غريب أنا شفته في فيديو كله محطمي للقاع وبانين فلل وقصور على هذه الأراضي وده يوزعوها للمواطنين. يعني هذا المواطن البطران هو سنجل وحده لا متزوج ولا أبد، يطوف فيلا أربع غرف زين إن سويت، يعني حتى حمامة وتواليته بكل غرفة. يقولهم لا ما أريد، أريد خمسة. يا بليش خمسة؟ يقول باكر عقبه إذا تزوج غرفة إليا وأربعة مات الجهال. محمد الشياع السوداني باوع العريضة ما تهيج، قال لهم ولكم تنفذوا له هسه. وذاك والرجال قال ما الله شاهد، هذا أنا إذا أحكي لكم وضع العراق الطبيعي الموجود. فالطول خمس غرف زين، فماكو يعني هذه حكومة الإطار. يعني تصوروا أنتوا يعني تنزل بالمطار تشوف مخطان العصر، لازم لك مخطانة يعني هو باعتبار حلقوم العصر زين، ويقدمها للجمهور العراقي الراجع. أكو هيك دلال لكل المواطنين المتواجدين في العراق زين. السيد السطل أي عراقي يدخل رأسا يبوس إيده، ينزل على إيده يبوسها. لا ميليشيات لا أبد. يعني الله شاهد أني شفت فيديو ما صدقت بالعراق، قلت هذا تشويه سمعة للعراق، قلت هذا تشويه سمعة للعراق. أكو فيديو القوات الأمنية رايحين البيت واحد بالنجف، أكو أمر قضائي، احنا دولة قانون مو فافون، رايحين طابين للبيت، الأخ طالع صدري. تعال شوف أمة الثقلين، وزير الداخلية نقل كل الضباط، دولة خطية الضباط والجنود والشرطة اللي رايحين يعتذرون للسيد السطل، عمداء عقداء هذا النجوم الشايليها، بس سامحونا دخيل الله. فأني اتصلت بالرفيق محمد شياع الأرجنتيني، قلت له هذا فعلا نيتشوتس؟ قال لا هذا فوتوشوب. مو قلت أنا رأسا قلت له، قلت له أعرف دول الساقطين البعثية والجعفرية الساقطين هم يسوون هالسوالف على أساس يعني ها بالعراق، وهو ما موجود هذا الشيء بالعراق. أنت شفتوا شفتوا واحد انخطف بالعراق أو انقتل أو بالسجن؟ أصلا إحنا ما عندنا سجون، يعني حتى أمان يعني ماكو، لا بيوت حتى البوب مالتها مفتوحة، ماكو شيء اسمه هذا يشيت عليك مثل زمان الدكتاتورية. تروح هسه للعراق يعني ماكو الطبلة بالمطعم، يقول لك أبد ما أخذ منك، أنت جاي مغترب يبكي. الزيارة تيجي الزيارة شيل بلبولك، قصدي يعني أخذ جنطتك وروح أكل أشرب شو تريد تسوي سوي. خيام ماكو خيام، مش كله تبريد من هذا شو اسمه كربانات محضريها شرابي أم النفرين على حسب الأصول. الله شاهد الزائر هم يأكل هم يشرب وهم يركب، يعني يركب السيارة. أنتوا فتهمون نيتكم صفوها. فيقول لك العراق ما بي خير لك كل هذه الإنجازات في دولة الحسين، أنت تشوهون سمعة العراق، وكل من يشوه سمعة العراق أني ما يعني نهائيا أدوسه. ولهذا أني طبعا أريد أعتذر للسيد السبت تنقاني من كنت أقول عليه ميت وما ميت. سأني أصلا سويت وياه فيديو شات تباوع عليه بحيث الشاشة إيش قد يعني منورة، بحيث النور ضرب عيوني. يعني يقولوا لي أنت كل ما تكبر ودا تصير شباب، وهذه هذا نور السيد السبت تنقاني زين.
جاني بوجهي رجعني شباب، در نفسيا اتقويت. يعني هذا السيد كنت اقول ميت، طلعت لا الله شاهد. لا انا حكيت وياه قال لي رفيقي حبيبي لطيف، لماذا كل هذا الحكي كنت انت يحكي علي؟ انا حاضر هنا وهذا ليس قناع، فرادي جرب فجر، فطلعت الاذان بيده. يعني الله شاهد مو قناع. زين فقال لي قال لي ما يخالف، هذا تركيب، هذا تركيب. فجابوا له هذا شو اسمه، هذا الزيك ليش قول هي. زين هذا سيد يعني تشلع له اذن تنبت، يعني هذا من اعماق قلبه تشلع راسه يطلع له راس. فهذا الكلام اللي كنت اقوله قبل علي لا حرام. انا يعني هو مثل الميكانو، تذكرون الميكانو والمكعبات من كنا اطفال نلعب، هو بالضبط نفس الشيء، تكسره تقدر تحط واحد ثاني. فهو يعني سيد، يعني سيد بعد، تكسر راسه راسين ينبع راس، تشلع ابنه ابنه تطلع. فهذه المعجزات الحسينيه اللي موجوده بالعراق، ولولا السبت تنقاني صمام الامان كان ما عشتوا بهذه الرفاهيه. شفتوا لكم واحد فقير بالعراق؟ شفتوا لكم واحد مجدي بالعراق؟ نهائيا ابد ابد، كله بايام البعث. زين والجعفريه ساقطين. نزار عجبه شو بدي احكي على البعث، انا صرت ويا جماعتك هسه. هذا نزار الخارط ده تشوفون شلون فضح البعثيه بحيث طلعوا له لقب صقار البعثيه. بس من انا سمعت هذا شو اسمه هذا اللقب يعني تقريبا درنفيسيا انخربت. زين جعفريه ساقطين. فيوميا الخارط جايب لي هذا الرفيق ما اعرف شنو، وهذا كان ويا صدام، وهذا حمايه صدام، وهذا درنفيس صدام. بس شي واحد ليس ما قال يعني مسوي لقاء ويا بلبول الرئيس. لو البلبول يطلع يحكي راح يعترف بانه هذا طفل الخطيئه. الله شاهد. يعني لو الرئيس الله يرحمه لازم امك درنفيسيا من فوق لي جوا هم كان حقدت عليه، فلازم مسوين شغله بيك. والدرنفيس لليوم ده يسوي اوتش. يعني اتحداك نونو مزرعه، نسوي تحدي انا وياك، انت مو تقول هذه قناه صقاره البعثيه، تعال اطلع هنا انا واقسم بالله اخليك تحكي مثل ما جبتك ذيك المره، مو قاعد تتفشر، وخليتك بكل الحريه. فاطلع هنا انا وخلي نناقشك. زين وانت طلع افعالنا واحنا نطلع افعالك بعد. وهذه دعوه رسميه. عبيد اريد بال شو اسمه تخابروا عند واتساب، انت ابو الفيسبوك راح يصير ابو الفيسبوك. انت ليش ما مسوي شير؟ انتو باليوتيوب ايش بس 4000 واحد مسوي لايك، سوي لايك ولا خلي ابني راس يحط راسك بالمنقله ويفعصوا، وتبقى البهاته واللايكات ما تطلع من عندكم. رفيق عبد تروح تخابروا عنده واتساب وعنده خاب، انت تعرف انت شو اسمه مشتغل هالاسماء. انا اعرف ترى، انا شم ريحه الالتهابات من بعيد، من التليفون تطلع لي. ف انت الخارط معزوم عندنا هنا، نسوي لك حتى اجيب لك ام عبيده تسوي لك بسبوسه، تسوي لك نابلسي، ايش تريد بس تعال. بس انت مالت لا يعني نزار، انت اول شيء ملطلط اسماء التهابات كاوليه، ابنك عمر طالع من السجن وتهريب والشغلات. المهم يعني انت بهذا العمر فاتح لك صفحه مال يوتيوب لا باسمك ولا ابد، نفس الاي بي
نفس المكان اللي انت تحمل منه على مود تسوي فلوس. هذا اليوتيوب شنو؟ انا ما اسوي لك دعاية، بس ليش حاط اسمي بالتاقات؟ يعني ليش؟ وليش كوبي بيست اللي عندي بالقناة حاطة يمك حتى تجيب مشاهدات؟ جايب ملقط بنات منه وملقط منه ورقص وما رقص، بس مالك والصورة المن المرت الليث ابن عشون شغله مال الكعبة اللي أخذ فلوس على مود يتزوجها لأن ما كان عندها إقامة. فالله شاهد هي عائلة درنفيسية، المصائب كلها جتني. ويعني ايه المهم، فحبايبي العراق بخير، لا تشوهون سمعته، وكل اللي تسمعوه بأنه عندنا ميليشيات وعندنا قتل ماكو. أنا دا أشوف دا دحج، وين ما تروح أمان، تمشي ماكو. تروح البنك شنو؟ أنت بس قول أنا محتاج فلوس، وهم محتاج ما تريد فلوس. ليش؟ لأن كل شيء ببلاش، تدخل المطعم تتسوق ببلاش، بس تطي اسمك هي الحكومة تحاسبهم. يعني قطرة من النفط ما مبيوك كله دين صرف على الشعب. كل هذا الدلال، وبعدين تقولون هذه الميليشيات وكذا، ويطلعوا لي أنا مع الأسف كنت فاهم العراق غلط. زين، ونشكر الرفيق نزار اللي يعني فتح عيوننا على إجرام البعث. صقار البعثية، هو أنت صقار البعثية بس مرتك صاقرتك وبالنعال واقفة فوق راسك. المهم مو مشكلة، هي التهابات بعد. يعني المهم، فالعراق بخير. فنطالب، هو أنا الوحيد اللي هسه باقي برا، راح نجيب علاليق. عندنا علاليق أم 25 فلس، تذكروهم بأيامنا، احنا بعمرنا احنا ما عندنا جنط، يعني ردنا جنط. فالرفيق محمد شيع الأرجنتيني قال ولا تجيب شي يا معوض، قال ولا تجيب شي، تعال بهدومه. قلت له يابا حتى هاي الهدوم مو مالتي، ترى أجرها، دائما أجرها على مدى طلع، يعني على أساس أنا فيك وهذه قدام الناس، فأجرها الهدوم زين على مدى نسوي بث بيهن ونرجعهن. فحبايبي اللي مخشوشين باسم المقاولة والمماتعة، روحوا مثل ما يقولون قلقلوا بالجوجل زين، وشوفوا تعاونهم ويامن. دائما الأعداء هم اللي يزرعون ما يسمى بالمقاومة، وما يسمى بالدواعش، وما يسمى. الدواعش من اخترعهم؟ مو أمريكا وبريطانيا وإيران وكل القاعدة وين كانت تتدرب؟ مو بإيران. وهسه هذا الداعش نمبر 2 راح يجي، مين راح يجي؟ مو من تركيا؟ فهذولا يقول لك فلسطين وكذا، فلسطين يعني ترى الجزء الثاني جاي، ما يخلون غزة ما يخلوها. وهذه الأفلام الهندية وتبادل أسرى ومقاومة درنفيسية، وإذا ما نبيض السجون ونصبغها أبيض كلها، يعني أنتوا حررتوا 150 بس الإسرائيليين بالهدنة حجزوا 162، يعني دول إيش راح يطلعهم؟ علي بن أبي طالب يطلع على حصان ماله وشايل الدرنفيس ماله، ما راح يطلعون، وهم راح يسوون حرب على مود تبادل أسرى وما أعرف شنو. فهذه الإكلاوات مع المقاولة مماتعة، وشفتوا الوجه المصخم اللي كان مصدق بأنه إيران دولة إسلامية. لو جماعة خماس شو يقولوا لي اللي مصدقين بعدهم، خماس راحت للعرب والعرب ما ساعدوها، خماس زين، منو كان يساعدكم قبل؟
صدام حسين الله يرحمه، معمر القذافي، ما بقى الدولة ما ساعدتكم. قادة خماس وين قاعدين؟ بالهند؟ ما قاعدين بقطر. أدري قطر دولة هندية ولا باكستانية؟ قطر رفيق أمير قطر رفيقي، أنتوا عرب لو مين يعني؟ لأن جماعة يقولون العرب ما يساعدون، وأنتوا الله شاهد لو ما مبادراتكم وتبادل الزوج قصدي الأدوار في السلام وتبادر الأسرة كان ولا أسير فلسطيني طلع. فهذه الكلاوات ترى ضحيتها أنت وأني. افتح المخك وفكر، ماكو شيء اسمه بعد مقاولة مماتعة. زمن جفارة راح، زمن عبد الناصر، زمن ما أعرف منه، هاي كان كل زمن إلى رجاله، وكل زمن بالتكنولوجيا وبي احنا تتذكرون كان عندنا تلفزيون اسود وابيض نعتبره فشي تكنولوجيا في زماننا، لا موبايل لا بطيخ كل شيء مالكم. فكل زمان يلعن الزمن اللي قبله او يمدح بالزمن اللي قبله. هذول ما يسمى بالمقاولة والمماتعة، هذول عبارة عن دمى بيض اللي دا يمشيهم، واللي أثبت بأنه إيران هي الشرطي في الخليج هذه حرب غزة. أثبتت الدجل، أثبتت بأنه هي بنت إسرائيل، وأثبتت بأنه ما تقاتل لو تقوم القيامة، قتلها للعرب وقتلها للسنة بالتحديد، للسنة بالتحديد أرد تصير طائف اليوم. أما التهجير القصري ما أعرف شنو للطوائف الأخرى هذا عادي. وأنتوا دا تشوفون بالعراق من دا يحكم ويطلع لك إسا واحد راسه مربع يقول لك الكل مشتركة بالحكم سنة يا سنة. مثلا البلبوسي، البلبوسي محسوب على السنة، لو مش عن اللاجبوري، لو خميس الكنغر اللي كان مطلوب 4 كباب بس راح طمغول على مؤخرته بإيران صار مقاوم والحمد لله والشكر قنوات تلفزيون. هذه إيران، ماكو واحد يقعد على الكرسي بالعراق إذا إيران ما مقبطت اللي هي قصدي يعني موقعة. أما هذا ما يسموه مجلس هاي ما الانتخابات الجاية ما المجلس المحافظات ما أعرف شنو، فأنت دا تشوفون الحمد لله والشكر هيك شعب طايح حظه ومسخة وملطم يستاهل 100 حشاكم نعال يوميا على رأسه. واحد من الرفاق اللي قاعد مرشح نفسه جايب له شلة من السرسرية والعفطية على كراسي بلاستيك أصفر على برتقالي 300 واحد، شنو اللي راح يقدمه للعراقيين؟ يقول لهم عندي كارتات تليفونات أبو الخمسة ما شحن وعطور ما السيارات يعني هذا بالدولار زين، هذا راح يقدمه ورجاء نقول لأصدقائكم وقرايبكم على مود ينتخبوني. هو هذا العراق، هذا العراقي تشتريه قبل حتى يعني حتى تعبرتوا قبل كان يطوكم نص دجاجة وكم خيارة وكيلو طماطة بطانية صوبة، هسه قمت تروحون على 5 دولارات كارت يعبي لك تليفون وعطر ما سيارة. لا عاد هيك الشعب تستحق اللي صير بيك، تستحق اللي يروح على دولة وينتخبهم فتستحقون. شعب ملطلط، شك واحد كان زلم زلمة بالعراق قتلتوه او هجرتوه خليتوه ولدهم حازم يتحكمون بيكم بسرقاتكم ميليشيات ملطلطين وتحشولي بالمقاولة والمماتعة.
هسه يطلع لي واحد راسه الله كريم، بابا الله قال لك اسعى يا عبدي وانا عينك، ما قال لك روح اقعد بالبيت ونشيب وانا ادز لك واحد يشتغلهم. واحنا بالنهايه مره ثانيه نشكر خماس ونطالبهم بارجاع الاسرى الاسرائيليين الصهاينه، لان يتصلون بي يقول احنا شنو رجعنا مره ثانيه للخمص وما خمص، يردون اكل ونفسيه طيبه ليوم عبيده النابلسيه والدولمه والزعتر، يرجعون مره ثانيه للاسر وطز بالصليب الاحمر وما يريدون يرجعون، احنا خليناهم يسلمون. وشكرا للرفيق ابو عبيده وامو عبيده، وعبيده حبيبي والله ما ناسيك انت، لان انت كل الاطفال اتصلوا بي وقالوا لي عبيده ما قصه يشيل ملاعيبه حتى اللعب مالتهم كانوا والباتريات يخلصن، عبيده يشيل باتريات سيارته ويعطيهم اياه. ام عبيده خطيها ما قصرت، تغير الشراشف، تطبخ الصبح، تطلع البطانيات خبيه قمل شيء هذه برا تنشرهم، اكثر من هيك الدلال شكوا بعد زين. فرفيق ابو عبيد رجعوا الاسره الصهاينه ومريد الفلسطيني خلي يقتلوهم، شو يسوون بيهم؟ عندنا هواي. الف رحمه ونور على شهداء غزه وشافي جرحاهم يا رب، واللعنه على كل من كان سبب في قتل كل هذه الناس اللي بريء اللي راح الضحيه لا شيء لا شيء، لا فلسطين تحررت وبالعكس تدمرت، ولا قضية حتى حل الدولتين راح يصير بسبب هذه، والقتل والذبح والتهجير جاري. أبو عبيدة أقعدك على رمح جدي وخليك الصحي أبو فاضل للصبح. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير وباقين مستمرين. هذه قناة أحرار أي ذيل بيها بالأربعة وأربعين، اللي يعبد بشر ويعبد حجر هذا مو مكانه هنا، أنا يروح يشوف له مكان ثاني. بعثية ساقطين، جعفرية ساقطين، هذه قناة أحرار. تحياتي للجميع وتصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.